عارف هنجيله بالتأكيد، لكن في هذه الأيام إدارة النادي الأهلي بتعكف على إعداد دستور الأهلي. استعرضنا في الحلقتين الأخيرتين جانب كبير من مواد لائحة النظام الأساسي الجديدة في النادي الأهلي. ألقينا الضوء على بعض أو معظم إن لم يكن كل المواد، أجبنا على الكثير من نقاط الجدل والحيرة لدى الناس، حتى في بعض المواد اللي الناس بتحاول تفسرها زي ما هي عايزة أو تؤولها. هي في على ناس عايزة تعمل لك بلبلة غير اللي هي فيه. ماذا يتم بشأن الإعداد لمشروع اللائحة؟ ماذا سيتم عرضه في الفترة اللي جاية؟ معنا على الهاتف الأستاذ شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي. أستاذ شريف أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك ولأستاذنا الكريم المهندس عبد الفتاحي ولمشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهورها العظيم. كان في النهارده استاذ شريف جلسه للجنه اللائحه بحضور مجموعه اعلاميه من حضراتكم، قول لنا اخر مستجدات. صحيح يا باشمهندس، الحقيقه انه مجلس الاداره كمان ملتئم في جلسه منذ الخميس مساء حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها للنظر في كثير مما طرحته اللجنه المركزيه لاعداد اللائحه اللي تعمل على توفير المناخ واستقبال الاقتراحات وايضا الاعداد الخاص باليوم اللي هيشهد التصويت. طب نتوقف بس لحظه عشان الناس تتابع معانا. يعني في اقتراحات جت من الساده الاعضاء دخلت على اللجنه، اتجمعت واتفلترت واتصنفت ثم اتخذ في شانها قرار. اتفضل. بالارقام يا باشمهندس، وصل لمجلس اداره النادي الاهلي وللجنه المنوط بها استقبال الاقتراحات اكثر من 72 اقتراح، 60 منهم بالايميل. بهذه الخطوه بحاله الحراك اللي بيشهدها النادي وبتشهدها اروقه الفروع الثلاثه او المقار الثلاثه بخصوص هذه اللائحة اللي وصفها الأستاذ إبراهيم بأنها دستور الأهلي، وهي فعلا دستور الأهلي. لا مصلحة شخصية لأحد بخصوص هذه اللائحة، الجميع يبتغي مصلحة النادي الأهلي للسنوات القادمة. الحقيقة أنه مجلس الإدارة في جلسته الملتئمة الآن، أحب أقول لحضرتك ونسبق يعني الناس، أنه اعتمد بالفعل قبول مقترحات وتعديل 6 من المواد اللي شهدت حالة من النقاش خلال الأيام الماضية، لعل ابرزها موضوع الزوجه. بس الاول، هو 76 مقترح كانوا مختلفين ولا هم 76 واحد قدموا اقتراحات بعضها متكرر؟ 76 واحد قدموا مجموعه مقترحات كلهم بيدوروا في اطار من 10 ل 12 ماده على أفضل. بس ده اللي عايز اقوله، ما هواش 76 ملاحظه، لكن هو في 76 عضو قدموا مقترحات بعضها متكرر. اتفضل. الحقيقه لما اللجنه وجدت في شبه اجماع يقترب من 75-80% بين الاعضاء المقترحين بخصوص بعض المواد، على طول اخذتها بعين الاعتبار وعرضتها على اللجنه القانونيه ولجنه الصياغه برئاسه المستشار محمود فهمي، واللجنه تجاوبت الحقيقه مع هذه المقترحات ووجدت ان فيها قدر كبير يعني من المنطق، واقدمت على تعديلها بالتوازي مع عمل اللجان الاخرى لقبول المقترح بدون دخول في التفاصيل، لان انت قلت 6 مواد مش كده؟ بدون دخول في التفاصيل. البند بتاع المطلقه والارمله والمش عارف ايه كان اكتر بند بيتم التشويش عليه والمتاجره فيه وتفسيره بغير حقيقته. هل ناله التعديل اللي يريح وطمئن الساده الاعضاء؟ تماما يا باشمهندس، انا بتفق مع حضرتك، هذا التعديل هو نزولا وبناء على رغبه الساده الاعضاء ومقترحاتهم، انه يبقى اوضح ومحدد اكثر. بالضبط، اوضح ومحدد وبشكل يليق وبما يحافظ على رباط الاسره، الاسره اللي فقدت عائلها، حقوق المطلقات والارامل. للمطلقات والارامل يعني هناك موقف عادل جدا لهذه اللائحه للحفاظ على تماسك الاسره وناسجها والابناء. جميل جميل ان يصبح سواء كانت ارمله او مطلقه، فيما يتعلق ب ايضا التناغم مع القانون، قانون الرياضه يا باشمهندس عادل، لانه في النهايه انت برضه طبعا انه اللائحه لا تخالف القانون.
فالحقيقه انه هناك بعض المواد ايضا يا باشمهندس كانت مسار عدد كبير من المقترحات اللجنه لم تاخذ فيها قرار لانه ليس في مجال تخصص، زي ايه؟ شركه كره القدم وموضوع البنود او المواد المتعلقه بالاستثمار. الحقيقه انه الكابتن محمود الخطيب اوكل مهمه بحثها ودراستها واعداد المقترحات او الصيغه النهائيه بشانها الى الدكتور فاروق العقده رئيس لجنه الاستثمار والتنميه بالنادي، هذه القامه الاقتصاديه الكبيره، وطلب منه انه يستعين باي عدد من الخبراء في مجال الاستثمار والاقتصاد من اجل صياغه هذه الماده بالشكل الذي يطمئن المستثمرين ويحافظ على حقوق النادي الاهلي وملكيته لجماهيره بس ولأعضاء. دي النقطه دي اهم نقطه، يعني التعديل يتعدل طبقا قانون ويحفز المستثمرين ولكنه لا يخل بحقوق الجمعيه العموميه بسيطره الاهلي او نسبته الاعلى او ان الجمعيه العموميه حقها، فانها يبقى حق الاهلي يكون هو الاوضح والاكبر والاشمل. في ثوابت يا باشمهندس عادل حضرتك عارف يعني من سنوات طالب في النادي انه يعني ملكيه النادي واسمه الكبير وحقوقه المملوكه لابنائه او لعيله الاهلي، والعيله دي لما بنقول العيله يا باشمهندس عادل بنقول زي ما حضرتك تعلم الاعضاء والجماهير بالاضافه بقى الى العاملين ومجلس الاداره والموظفين، لكن دايما في الصداره الجمهور والاعضاء، وقد يعني يندهش البعض وحط معاهم الجدود السابقين كمان طبعا هو الجمهور هيصوت؟ لا الجمهور مش هيصوت، بس الجمهور هو الحامي، هو الشريك، هو صانع المجد لهذا النادي. والحقيقه في ماده مهمه جدا على ما اتذكر هي رقم 12 او 13 طبقا ايضا لقانون الرياضه تتعلق بانه اللائحه بتعطي الحق للنادي في انشاء روابط للمشجعين لا يقل عدد الرابطه الواحده عن 150 اكثر من رابطه يعني، والعدد مفتوح ويكون في اشراف ليه عليها وينسقوا عمليه التشجيع، وانا متصور ان ده ممكن ينقل فكره دخول الجماهير والتنظيم والتعاون والانتماء نقله كبيره جدا. ده لو تم هذا بالتنسيق مع اداره النادي يستثمر اقتصاديا لصالح النادي. صحيح. يعني ممكن تستخدمه في التسويق. وعشان اطمن حضرتك وجمهور النادي الاهلي كمان الماده كانت بتقترح فكره 66% تكون مملوكه للنادي الاهلي بالنسبه لشركات الكوره وغيرها، فالحقيقه انه البعض شايف ان دي نسبه كبيره شويه، النسبه ممكن تكون نسبه حاكمه تعطي للنادي حق الملكيه والاداره مع عدم الاخلال زي ما حضرتك تفضلت بحق المستثمرين ان هم يدخلوا ويتعاونوا ويخدموا ناديهم يعني. هو البعض اشار يا استاذ شريف انه الاغلبيه الحاكمه هي المفترض حسب قانون الاستثمار بتكون 66%. مش مؤكد بقى موضوع فاروق العقد عشان كده. البعض بيتكلم عن 51% استاذ ابراهيم، والحقيقه انا احب اشير كمان واشكر حضرتك على هذا السؤال انه الدكتوره سحر نصر نفسها وزير الاستثمار هتكون مشاركه معانا ايوه دوليه وكمسؤوله في الحكومه في احدى ورش العمل اللي هتنعقد النادي، عشان نسمع ليها ونسمع للخبراء، لانه الهدف الحقيقي من هذا الدستور ومن هذه اللائحه هو الوصول الى افضل لائحه. بس ده يدعوني الى ان اسال سؤال، بحط انا تملي بعمل وقفات تحط نقط على حروف. اذا انت تم تعديل بعض المواد ولكن فيما يتعلق بالاستثمار كل المقترحات ما زالت قيد الدراسه، واذا احتاجت لتعديل سوف يتم تعديلها من لجنه عليا فيها زي ما تفضلت الوزيره سحر نصر والدكتور فاروق العقده. الدكتور فاروق هو المسؤول وهو المنوط بفكرة الدراسة والتعديل، لكن وجود الوزيرة معانا هيبقى لشرح فكرة الاستثمار وأسس وإنه ما يتعارضش معاها بالظبط، وإن ده ما يتعارضش مع قانون الهيئة العامة للاستثمار وما إلى ذلك يا باشمهندس. تمام. مش بس المادة دي على فكرة، لا، في مواد تانية إذا كان في إجماع عليها من بين المقترحات التي تصل إلى مجلس الإدارة وإلى اللائحة المركزية للنظام الأساسي على الفور سيتم تعديلها، لانه الهدف كما تعلم حضرتك هو صنع لائحه يصنعها ابناء الاهلي وخبرائه ومسؤولي بايديهم، ليس هناك مصلحه لاحد في هذه اللائحه الا مصلحه النادي الاهلي. مجلس الاداره اليوم عبر عن كابتن محمود الخطيب بعيد جدا 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 يا باشمهندس بفكره الحراك وبفكره الاشتباك صح التعبير اللي حادث على مواقع التواصل وفي الحدائق في النادي وفي اروقه النادي بشان الحديث عن مستقبل النادي، عن اللائحه، عن بعض بنودها، وسعيد بتلقي الاقتراحات واللجنه بتستجيب ليها على الفور وبترفع لمجلس الاداره،
فالحقيقه هي دي الحاله اللي يعني منوط بها النادي الاهلي، ولا هي لم تحدث في اي نادي في مصر، هذا امر غير مسبوق، فكره تشكيل لجان بهذا الشكل. ولما الناس تشارك في لائحتها هتيجي عشان تقرها وتدافع عنها. لذلك انا متوقع اقبال باذن الله يليق بالنادي الاهلي على التصويت. هل هيبدا تنظيم ندوات مع الاعضاء في المقرات المختلفه يا استاذ شريف؟ الحقيقه انه يعني اول ورشه عمل عقدت اليوم يا استاذ ابراهيم مع العاملين والموظفين والاداره التنفيذيه بالنادي الاهلي. قد يسال سائل طب هم ما لهمش حق التصويت وبعضهم مش عضو. الحقيقه انه كان مجلس الاداره حريص على اعتبار انه الاداره التنفيذيه هي الاكثر احتكاكا بالساده الاعضاء، وبالتالي بتظهر مشكلات كثيره أثناء ممكن يجابوا الاعضاء. وبالتالي كانت اللجنه حريصه انها تستمع من المديرين والمسؤولين عن حقيقه الشكاوى والمشكلات اللي بتواجه الساده الاعضاء للعمل على تلافيها وحلها ووضع بنود في اللائحه الجديده تتعلق. هنبدا على طول في ورش عمل مع الساده الاعلاميين، هيتم بعض كل الاعلاميين الرياضيين في مصر يا استاذ ابراهيم من الشباب الصغير بالذات في كل المواقع ايا كان انتمائه، في المواقع الصحفيه والتلفزيونيه والاذاعيه والالكترونيه. هنقعد معاهم وهنسمع ليهم. بعض الرموز وكبار الخبراء ايضا هيقعد معاهم الكابتن محمود الخطيب وهيسمع ليهم. الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي منوط به عدد من ورش العمل، هندعو عدد من المثقفين من الفنانين الاهلاويه. هيكون في ندوات مع الاعضاء في الفروع المختلفه هتحضرها اللجنه ومجلس الاداره. الحقيقه حاله حوار ولجان استماع بهدف الوصول الى افضل صيغه ممكنه قبل يوم 9/9 حتى تتم الصياغه النهائيه، وبالتالي يبقى عندنا بقى لائحه بدل ما هي مشروع لائحه دلوقتي. يعني البعض كان بينتقد بيقول ده انتوا اتسرعتوا ودفعتم باللائحه حتى انه فيها اخطاء لغويه او نحويه، ده حقيقي كان في رغبه من مجلس الاداره ومن لجنه الاعداد ان يتم طرح، احنا قلنا انها مشروع وليست لائحه، هي مشروع مسوده قابله للتعديل والحذف والاضافه، وبالتالي كان في رغبه في ان هي تخرج بالحاله اللي تم اعدادها بيها الى الساده الاعضاء ليناقشوها ويدلوا بدلوهم، وهم مدعوون بالتاكيد ل يعني ادخال كل ما يمكن من مقترحات عليها اذا رات اللجنه انها متفقه مع القانون هتاخد بيها، ليكون لدينا يوم 9/9 وما بعدها فعلا. اخر ميعاد لتلقي المقترحات امتى؟ 9/9. اذا ما زال هناك الفرصه 9/9 ظهور النموذج النهائي، لكن اخر موعد لتلقي المقترحات. اخر موعد لتلقي المقترحات 9/9 يا استاذ ابراهيم. ظهور النهائي يعني انا كنت متصور انه طبقا للقانون قبل 14 يوم من انعقاد الجمعيه العموميه، كان الاستاذ محمد فتحي المشرف على الشؤون القانونيه اليوم اوضح لنا انه لا، طبقا للقانون قبل 8 ايام من انعقاد الجمعيه العموميه سيتم تعليق الحقيقه اللائحه في مقر النادي الاهلي، وسترسل الى الاعضاء ايضا على منازلهم، وستكون متاحه في كتيب اللي هيتفضلوا بالتصويت عليه يوم 28/9 ان شاء الله. طيب يا سيدي، شكرا جزيلا. تمام. شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي.